تبارك الله عليك سي عبد الحق زروالي. اول حاجه كنشكروك على قبول الدعوه ديالك وشرفتينا بزاف جريده اصوات. كما كنعرفوا ان عبد الحق زروالي رائد المسرح الفردي، اننا كنفتقدوا من يقوم بالمسرح الفردي. هل يمكنك ان تكون جيل للمسرح الفردي في المستقبل؟ اولا انا فاش اختاريت ندير ماشي المسرح المونودراما ولا المسرح الفردي، ما اعتمدتش على شي حد اخر وطلبت منه يقول لي كيفاش انا خصني شنو خصني ندير. ثم المهم السؤال ديالك قوي بزاف، بديتي بدايه قويه. هذه ماشي مهمتي انا كعبد الحق زروالي، هذه مهمه ديال وزاره الثقافه، المعهد الوطني للمسرح. هما اللي خصهم يقولوا راه كاين واحد النوع من المسرح اللي هو المونودراما، ولذلك كيخصنا نعيطوا للسي زروالي ونوضعوا رهن اشارته واحد جوج ولا ثلاثه ولا خمسه ديال الشباب من طلبه المعهد اللي باغيين يديروا المونودراما، باغيين يتخصصوا في هذا المجال، ويقولوا لي واش ممكن ندير لهم واحد الورشه ولا واحد دوره تكوينيه. المسرح بصفه عامه هو الان اصبح يدرس، ما بقاش موهبه فقط ولا غير عفوي، اصبح صناعه، اصبح علم، اصبح فلسفه. ولكن اللي خاص نامنوا به هو ان المونودراما هي اصعب حاجه يقدر يديرها الواحد في حياته، ماشي الوان ماشو، لان الناس كيخلطوا ما بين المسرح وما بين الوان ماشو. ماشي المهم دير نكات وعاود هذا وانتقادات وتهريج وكذا وقول لي راه هذا هو المسرح المونودراما. لا، المونودراما او المسرح الفردي هي مسرح قائم بكل مكونات العرض المسرحي، من ديكور، سينوغرافيا، من اضاءه، من موسيقى تصويريه، من مجموعه ديال المكونات باش كنديروا ما يسمى بالمونودراما او المسرح الفردي. إذن هذا السؤال ديالك شويه صعيب عليا، هذه ماشي مهمه عبد الحق زروالي بل هي مهمه المؤسسات. عندنا وزاره الثقافه، وعندنا معهد، وعندنا مسرح وطني محمد الخامس، هما اللي خصهم يتكلفوا بهذه المهمه ماشي عبد الحق زروالي. 8 مارس هو يوم مقدس عندنا، ان زروالي عبد الحق يعرف بانه عنده علاقه بالام ديالو، عنده علاقه بالاخت ديالو، عنده علاقه بالزوجه، عنده علاقه ببنته. فبالتالي يوم 8 مارس ماشي هو يوم احتفال المراه بالعيد ديالها السنوي ولا الدولي، هو يوم لان المراه هي الارض المستنبت اللي منه المراه هي اللي كتعطينا الفلاسفه وكتعطينا اللي كيديروا الطيران وكتعطينا المهندسين وكتعطينا الاطباء. المراه هي الارض، فبالتالي اليوم ديال 8 مارس هو يوم بالنسبه لي كيستحق كل الاهتمام والتقدير. وانا طيل المسرحيات ديالي كلهم تقريبا المحور الاساسي فيهم هو المراه، لذلك اتمنى للمراه ان تسترجع كل الحقوق ديالها التي اخذت منها في مراحل طويله من الزمن، وتعرضت لعده ضغوطات واكراهات واساءات وفقدت الكينونه ديالها ككائن حقيقي وصبحت مجرد شيء. فلذلك في 8 مارس هي مناسبه دوليه وليست على الصعيد الوطني او العربي او هذا، لكي تستعيد المراه القيمه الاعتباريه ديالها. فانا من موقعي درت كل المجهودات باش نحاول نرد للمراه ذاك الصوره ديالها الحقيقيه والاحترام والقيمه، ماشي ينظر اليها على اساس انها يعني المطبخ والسرير والتصبين والخدمات اليوميه، والرجل كيدخل ويعتبر المراه خادمه عنده في البيت وشي حاجه من هذا القبيل. هذا شيء مؤسف. من تكون ايها الرجل، من تكون حتى تنظر الى المراه بهذا الشكل؟ ولكن في نفس الوقت هذا الرجل اللي كتطلب منه المراه يعطيها حق المساواه، واش هو عنده هذه الحقوق باش يتقاسمها معك؟ هو براسه هذا الرجل اللي كنطلبوا منه انه يعطي للمراه الحق ديالها في المساواه، هو براسه ما عندوش الحقوق ديالو باش يمكن يتقاسمها مع المراه. فبالتالي دخلونا في واحد الصراع ديال القرون في التليس. المراه كتعتبر باللي الرجل هو اللي متعدي على الحقوق ديالها، والرجل كيعتبر المراه هي اللي سبب الهموم والمشاكل ديالو، وشي كينطح في شي، بينما هما بجوج عرضه للاكراهات وال الضغوطات خارج الاراده ديالهم،
خصهم بجوج يتعاونوا باش يسترجعوا المكتسبات اللي يتحرموا منها بجوج. بالنسبه للشباب اللي باغيين يدخلوا لعالم السينما باش تنصحوا؟ خصنا بعدا نامنوا بان عندنا ما يسمى بصناعه السينما. احنا سنوات طويله ونحن نستهلك ولا ننتج افلام الهنديه، الافلام المصريه، الافلام الامريكانيه، كل شيء. احنا كنا مجرد مستهلك ولا ننتج السينما. اذا السنوات الاخيره فعلا كاين واحد الحركه، واحد الانتفاضه ديال المخرجين وديال المنتجين وديال الممثلات وممثلين اللي امنوا بحق، يعني تيطالبوا بحقهم في ممارسه السينما، ماشي كسلد كيلوح فينا الانتاجات ديال العالم كلها كتزودنا بالمنتوجات ديالها، وحنا نستهلك تلك المنتوجات ولا ننتج حتى على الصعيد المحلي. فيلم المغربي ما خداش حقه حتى على الصعيد الاستهلاك المحلي. احنا الطموح ديالنا هو ان يولي المغرب يذكر في المهرجانات العالميه، في برلين، في كان، في فينيز، في امريكا، في كل المهرجانات العالميه كلها يولي الفيلم المغربي حاضر كيف كنطالبوا باش يكون المنتخب ديالنا حاضر في كاس العالم. بالنسبه لكره القدم خصنا حتى في مهرجانات السينما العالميه يكون الفيلم المغربي حاضر وياخذ جوائز وياخذ الاوسكارات وياخذ الميداليات الكبرى. احنا ما ينقصوا لا ينقصنا اي شيء. اذا خصنا غير الاراده والقرار، سلطه القرار، نامنوا بان المغرب ماشي مجرد واحد الخارطه تمتد من البحر المتوسط المحيط، لا، نامنوا بان عندنا الفوسفات وعندنا الثروه السمكيه البحر وعندنا السياحه وعندنا العقول وعندنا الافكار وعندنا العبقريه اللي نقدروا نستثمروها سياسيا سياحيا اقتصاديا، ويولي العالم ينظر الى المغرب بنظره الاندهاش. شتي واحد الفيلم مغربي، يا سلام. ماشي باش نرضيو السينما ولا السينمائيين، ولكن باش نخدموا البلد الذي ننتمي اليه من هذه الزاويه، لان الاعلام والسينما ما زالت تصنف على اساس انها وسيله اعلام، وهي وسيله سياحيه، وسيله سياسيه. فنحن الان واحد العدد ديال البلدان ما كنعرفوهاش، ولكن من خلال الافلام السينمائيه ديالها سبحنا كنعرفوها. فلذلك انا باش غنصح الجيل الجديد من المخرجين، لان عندنا الان واحد طفره رقميه ماشي نوعيه، خصهم يديروا مجهودات جباره باش ينافسوا الانتاجات العالميه، ويصبح عندنا البصمه ديالنا. تشوف فيلم كتقول هذا فيلم هندي، هذا فيلم امريكاني، هذا فيلم يعني ياباني، هذا فيلم. لا، بغينا حتى حنا شي نهار يولي الواحد كيشوف فيلم من الشوفه الاولى كيقول هذا فيلم مغربي. يا سلام. اذا المنافسه والعولمة الان كتفرض علينا اننا نكونوا حاضرين وبقوه وفي اطار واحد النوع من النديه والامتلاك. عندنا لكل شيء، لا ينقصنا اي شيء، خصنا غير نفكروا وتكون عندنا الاراده ديال اننا نفرضوا نفسنا في هذا المجال. سي عبد الحق الزروالي، ممكن تقول لنا كيفاش تضرر عالم السينما في ازمه كورونا؟ عالم السينما ازمه كورونا وهذا ماشي مشكل ديالنا حنا، مشكل شوفي الصالات، يعني القاعات السينمائيه التي كانت تدر على امريكا وعلى المانيا الملايير ديال المداخيل. الناس ما كانوش كيستعملوا الهواتف باش يشوفوا فيلم، كيمشيو، لان الذهاب الى السينما هو بمثابه عرس. الناس لابسه مزيان، كتخرج، كتجلس، كتعشى، يعني يمارسون الفرح. فاحنا بالنسبه لنا العاده الذهاب للسينما قبل كورونا نزلت، بدليل ان واحد العدد القاعات السينمائيه في المغرب كانت 240 ولا ما بقاش منها حتى شي 80 قاعه. كان عندنا هذا المشكل ان الناس ما بقاوش كيمشيو للقاعات السينمائيه. علاش ما كيمشيوش؟ لان الذهاب للسينما مرتبط بعده عناصر. يعني المواصلات العامة كتوقف عند الساعة الثامنة، الناحية القدرة الشرائية، المواصلات الأمنية، الناحية الأمنية، الرجل بغي يخرج مراته ووليداته ويمشي هو وبناته للسينما مع الثمانية ويخرج مع العشرة ولا الحداش، كيخرج وكيمشي وكيتعشى وكيضحكوا وكيجلسوا في قهوة كيعيشوا العرس، العرس الفني الثقافي، ماشي غير الذهاب تدخل تشوف فيلم وتخرج. فلذلك لكي
نعيد للقاعات السينمائيه القيمه الاعتباريه ديالها، البعد الاحتفالي فيها. الناس كتمل البيوت، الناس كتمل من الخدمه للدار، من الدار للخدمه، فلازم يكون هناك مؤسسات تنشيط، قاعه مسرح، قاعه سينما، قاعه رياضيه، وسائل اللي كتخلي الواحد يخصص واحد الساعه في اليوم ديالو لما يسمى بالتغذيه والترفيه، التغذيه الفكريه والروحيه والترفيه، يعني باش الملل والاكتئاب ما ينعكسش على المحيط العائلي الضيق، جدران نفس القضايا نفس الاسلوب. هذاك الشيء كيخلي الملل والنفور والتوتر داخل العلاقات الاسريه، فالانفتاح على الشارع وعلى الفضاء العام للمدينه والاشتراك وتشارك مع الناس الفرح وتخرج وانت تصور غير الناس نازلين من الدروج ديال المسرح هابطين لابسين مزيان ضاحكين وكيتناقشوا، كي جاتك مسرحيه، كي جاك فيلم، كي جاتك ذاك الحفله الموسيقيه، هذا في حد ذاته كيخلي الخلايا ديال الفرح والتفاؤل ونشوه الحياه كتجدد في الانسان، كيمشي يرتاح ينعس وكيفيق في الصباح بكري يعني شغوف بالحياه. في ما الى بالله من الدار الخدمه والمشاكل اليوميه والهضره راه كتعاود، كيولي الواحد كيقول انا اش يطلع لي في راسي، ما بقاش عندي رغبه في هذه الحياه كاع. هذا هو الدور ديال الفن، هو يعني العمل على الارتقاء بمعنى الحياه، لان الحياه كشيء يعاد يوميا لا كيبان لك عادي كتمل، ولكن اللي كيعطيها التجدد واللي كيغذي الخلايا ديال الانتشاء بمعنى الانتماء للحياه هو الفنون. دابا حنا مثلا كتسيب الناس في السياره طارقين الموسيقى، في القهوه طارقين الموسيقى، اللوحات، هاد اللوحات اللي كنشوفوا علاش كاينين هنا؟ باش ما نملوش الجدران. اذا هاد اللوحه هي كتغذي فينا البصر، الموسيقى تغذي فينا السمع. لا حنا ما كنتابوش، دابا هاد اللوحه كتبان لك هنا غير جات وتحطت، ولكن هذا الجدار بدون هذه اللوحه راه كيولي ميت. الموسيقى ايضا يعني تصوري الناس جالسين شي كيشوف شي ما كاين والو، لا. فلذلك الفنون ما هياش غير مجرد تكمله، راه اساسيه الان. اللباس مثلا، اللباس هو نوع من ممارسه الابداع. كان ممكن واحد يلبس خنشه ويخرج، علاش كنقولوا لا خصني هذه والكشكول خصني ندير هذه والصديفات، كل شيء له علاقه بالفن. فالفن هو الذي يرمز الى تطور البشريه وتطور معنى الحياه. فلذلك انا بالنسبه لي السينما يجب ان تستعيد مكانتها باعتبارها انها هي اللي كتعطي يعني نشوه الحياه. هي السينما، المسرح، الشعر، المعارض، كل ما له علاقه بالابداع. سي زروالي، بغينا نعرفوا كيفاش جات الفكره ديال بيكوك. الطيكوك، ايوا الطيكوك مسرحيه هي ديال حفار القبور. لا هذيك المسرحيه عاش واحد الحاله وهي اللي ربما مصدر الالهام ديالها، مصدر الالهام ديالها غريب جدا، لان هذاك حارس مقبره، هو عنده بيته في مقبره واحد الالاف ديال المقابر، بالليل ملي كينزل الظلام كيبقى بوحدو كيشوف غير دوك المقابر. واش كتعرفي شنو يمكن يدور في المخيال في التفكير ديال حارس مقبره بوحدو قبلته واحد الالف ولا اكثر ديال المقابر؟ شكون مدفونين تما؟ مدفونين كل شرائح الحياه، مدفونين الناس من صغار كبار، لا من جميع. وهو كي باش يقاوم ذاك الفراغ وذاك الغربه اللي كيعيش ذاك حارس المقبره، كيبدا يفتح حوار مع ذوك الموتى اللي هما الاخر، وهما كيخرجوا من بعد كينزل الظلام كيخرجوا، حتى هما كيخرجوا كيسعي. هذيك شوف هي كتبان شويه فيها اللعابات وديال، ولكن انا اراها انها مسرحيه بسيطه جدا. وفي الاخير اش كيقول؟ كيحفر القبر ديالو كيقول الليله ساتبرع سأحفر قبري بيدي كي لا أفسح المجال لحفار آخر أن يعبث بجسدي أو يتاجر بموتي. إذن هنا كنهضر على فلسفة الوجود، يعني أنت اليوم كتحفر القبر الآخر وأنت غدا محتاج الواحد يحفر لك القبر ديالك. عندما ندرك حتمية الفناء
يعني نكتشف انه علينا ان نفهم معنى الحياه، لان الا ما عرفناش حتميه الفناء ما غنعرفوش قيمه الحياه. فلذلك انا حاولت في هذه المسرحيه انني نطرح المسكوت عنها في النوايا ديال الكائن البشري بغض النظر على شكون هو، شنو هو معنى احساسه بالكينونه ديالو، بالوجود ديالو، شنو دار شنو ما دارش، متى اخطا متى اصاب في علاقاته في نظرته للاشياء، والاخطاء اللي دار والايجابيات والسلبيات، باش على الاقل ان كل واحد من اللي جالس في القاعه من الجمهور يقول إيه اذا حتى انا شي نهار غنكون مكان هذاك الشخص، وخصني نخرج من يد هذه المسرحيه ونخرج، خصني نعيد النظر في واحد العدد ديال الاشياء كنت غلط فيها من اجل اعاده النظر في معنى الحياه لكي ندرك صدمه الموت. هذا هو الهدف عندي. ممكن نعرفوا بالاعمال اللي لقات اقبال كبير؟ نعم، يعني الاعمال ديالك اللي لقات اقبال كبير؟ ولا لا، راه شنقول لك، يعني صعيب عليا نختصر لك هالشيء، ما نقدرش اعمال كلها، يعني ما كنقولوا اعمال مونودراما 32 اعمال وتعرضت مئات، كل عمل تعرض مئات، كاين فيهم اللي تجاوز 136 بحال عكاز الطريق في سنه 85. الاعمال كلها تعرضت في عده مدن، في عده قرى، في اماكن، في الاسواق. وصلت الى القدس، الى الخرطوم، الى تورينو، الى مدريد، الى دار المغرب في باريس، يعني ملي كنقولوا بغداد 18 المهرجان، قرطاج في تونس، لمسان، بمعنى في السودان. ملي كنشوف ان هذه التجربه اللي بدات غير كجهد كمغامره مني، فبديت كنقول كيفاش وقعاش. اذا الاعمال كلها الحمد لله لقات اقبال، والاذان، سمعتي الاذان؟ وانا لا ادعي شيئا، ولكن كنقول جرب فصح. هاد التجربة لو كان ما كانش عندها مقومات، نفسح لو كان ما كانش عندها مقومات، يعني ما لقاش الاستحسان ديال الآخرين، وما مسالكتش القدرة على الصمد، لأن المسرح تعرض لعدة إساءات وعدة إكراهات، المسرح غير مرغوب فيه باش تكون واقعيين. مع ذلك استطاعت هذه التجربة أن تخترق الحواجز والحدود، وأن تصل إلى دمشق وإلى الشارقة وإلى سلطنة عمان، وإلى بمعنى كنقول شنو مطلوب مني أكثر من هادشي. فلذلك أنا بالنسبة لي الأعمال كلها تكمل بعضها، والأعمال كلها حققت ذاك الشيء اللي تمنيته لها. وإن كان يحز في نفسي أن هذا المجهود أشي كنتحسر، لا بالعكس، كاع المبدعين عبر التاريخ البشرية كلهم تعرضوا لهذه الحالات اللي كنهضر عليها، الكراهات اللي كان الشاكي منها. ولهذا أعطيني شي مبدع حقيقي عبر التاريخ اللي ما تصدلمش وما تعذبش وما تكرفش كيف تقولوا بالدارجة. لذلك أنا مآمن لأنني عاشق لهذا المجال اللي أنا فيه، فبالتالي كلما ازدادت الضربات لا تزيدني إلا وفاء وعشقا وإصرارا على مواصلة الطريق، لأنني لا أمارس هذا الفن من أجل نفسي، كنغرس شي شجره باش يجنيو الثمار ديالها الاخرين، ما كنفكرش انني انا خصني نستافد من الثمار ديال ديك الشجره. السي عبد الحق، كما كنعرفوا انك عطيتي للمسرح بزاف، اشنو هذا المسرح عطاك؟ اولا لولا المسرح انا عبد الحق زروالي كنت غنكون اما في السجن او في القبر او في مستشفى المجانين. وبفضل المسرح ها انا جالس قدامك. إذن إلى أعطاني المسرح غير هذا الحق أنني ننجى من هذو بثلاثة، السجن، القبر، مستشفى المجانين. المسرح أعطاني فرصة أنني نعرف العالم كله، عرفته في المهرجانات، شفت الأماكن اللي ما يمكنش الواحد لولا المسرح ما عمري كنت نحلم بها. المسرح الحمد لله كنخرج كنسيب المغرب أي بلاصة، أي قرية، أي مدينة، أي بلاصة، الا والناس كيقول لك سي زروالي تبارك الله عليك، راه شفنا العمل الفلاني، راه قرينا كذا. الشيء مهم المسرح اعطاني الحق في البوح، جراه الكلام، مارس انا صاحب رقم قياسي في الجراه السياسيه. الناس كيهضروا على حريه التعبير، ما حريه التعبير قبل من هذا الوقت، ماشي دابا ملي ولا كل شيء كيهضر، لا قبل ملي كان غير اجيو كلمه
ولذلك انا فخور بانتمائي لهذا الوطن وهذا البلد اللي انا جزء منه، انا نبته ديالو. وامنيتي ان المغرب اللي غادي بواحد الخطوات قويه، لان موقعنا الجغرافي، تاريخنا، رصيدنا الحضاري كيأهلنا باش نكونوا اسياد. ففي 2013 كنت محظوظ ورد الاعتبار من جانب جلالة الملك محمد السادس الله ينصره، لما علق لي وسام درجة قائد. راه كتبان لك عادية، ولكن أنا ما كنشوفهاش عادية. أنا ماشي مني كيدير المسرح ديال الولاء، مسرح ديال تكريس الواقع، مسرح العامزين، لا، أنا كندير مسرح ملتزم بقضايا الجماهير، يطرح أسئلة صعبة، ومع ذلك كتصيب راسك كتحضر من طرف أعلى سلطة في البلد بوسام، وكيتحضر بالعناية. هذا شيء، هذا مؤشر حضاري على أننا بلد حقيقي، أننا دولة حقيقية، أننا ناس يعني تقريبا على الصعيد العالمي، على الصعيد العالمي ماشي على القارة الإفريقية. أننا خصنا نعرفوا القيمة ديالنا، شنو كنسواو، اش كنديروا في هذا المجال، في هذه العولمة، في هذه الكونية اللي احنا كننتميو ليها. فلذلك أنا ما كنقولش أنني سعيد، ما كنقولش أنني لا، بغي المسرح والفنون تساهم في النهضة الشاملة اللي كيطلع لها المغاربة كلهم، باش نكونوا أسياد في هذا العالم، ما نكونوش مجرد بلد ينتمي إلى إفريقيا ولا إلى العالم الثالث. علاش غنضروا راسنا بهذا؟ حنا خصنا نكونوا هما سويسرا ديال أوروبا، نكونوا هما كندا، نكونوا نقارنوا نفسنا بهذه البلدان اللي قطعت أشواط كبيرة في التطور على كل المستويات، وعندنا المؤهلات، وعندنا الإرادة، وعندنا الطاقات باش ننافسوا العالم كله. هذا هو الطموح ديالنا، ما نحقروش راسنا. فلذلك أنا فخور بأنني أديت المهمة، ومازال غنأديها إن شاء الله بطريقة أفضل، باش نمشيو بعيد ونمهدوا الطريق للأجيال القادمة في هذا البلد، باش يبداو يفتخروا بنا ويقولوا هذا الشيء كله كيرجع فيه الفضل للآباء ديالنا والأجداد ديالنا اللي صوبوا لنا الطريق إن شاء الله. قبل ما نسالوا سي زروالي، ممكن شنو هي الرسالة اللي ممكن توجه للمركز السينمائي ديالنا؟ المركز السينمائي، شوف، هو مؤسسة إعلامية أو ثقافية، مازالين كيتأرجحوا ما بين واش هو تابع لوزارة الإعلام ولا تابع لوزارة الثقافة. هو مؤسسة مهمته إدارية، يستقبل إنتاجات عالمية وكيعطيهم الترخيص باش يصوروا في بلادنا، باعتبار أن المغرب هو استوديو. دابا الإنتاجات العالمية تتهافس باش تصور الأعمال العالمية في المغرب، وحنا الحمد لله بدا عندنا هذا الوعي أننا غادي نستثمروا هذه الشمس ديالنا والمآثر ديالنا والطبيعة ديالنا. المغرب عنده إمكانيات، الله عطاه إمكانيات باش يكون استوديو. المركز السينمائي، لا، إلا ما عندكش سوق محلية وسوق خارجية ما تقدرش تطور الإنتاج السينمائي، ما تضمنش الفيلم المغربي ترويج حتى داخل الاستهلاك المحلي، باعتبار أن القاعات ما كاينينش والجمهور ما بقاش باغي يمشي للقاعات. إذا ما عندكش قاعات والجمهور ما بقاش عنده هاد العادة وهاد الشوق أنه يمشي للقاعة باش يشوف فيلم في حفل جماعي. كيقول لك أنا عندي البورتاب ديالي غنشوف الفيلم اللي بغيت، علاش غنتعب راسي ونخرج ونقطع التذكرة وندخل؟ لا، هذا ماشي حل. إذا ما عندكش قاعات، ما عندكش جمهور شغوف بالمشاهدة ديال الفيلم في حفل جو احتفالي مع الآخرين، وما عندكش امكانيه ديال انك تصدر المنتوج السينمائي ديالك للاسواق، لان هي السينما تجاره، صناعه وتجاره قبل ان تكون فن. كاين فيلم كيدخل ميزانيه خياليه، السينما الامريكيه شنو كتدخل؟ 500 مليار في 3 شهور الاولى، شيء فظيع. 500 مليار ديال الدولار في 3 شهور ارباح هذه. اذا السينما هي صناعه وهي تجاره وهي سياسه، فإلا ما دخلناش في المنافسة ديال المنتوج العالمي بقدرة وبقوة، ما غاديش نلوموا المركز السينمائي المغربي نقولوا له ما درتي والو. فهو مؤسسة إدارية كيشتغل على قد القياس اللي هو محطوط فيه، ولكن نقدروا إلا توفرت الإرادة أننا ننتقلوا من مرحلة
السكونية ديالنا إلى مرحلة الهجوم على الآخر، هجوم إيجابي ماشي بالمفهوم السلبي. وإن شاء الله نتمناو أنه الفيلم المغربي يتطور فنيا ويرقى المستوى المنافسة الإنتاجات العالمية، وفي هذه الحالة المركز السينمائي المغربي غيصيب راسو مضطر مجبر أنه يعيد النظر في أدوات الشغل ديالو كإدارة، بل كمستنبت للأفكار وللإبداع وللتفاعل مع السينما العالمية. سوريا جبران أول أعمال اشتركت فيها أنا وياها عام 75 في ليبيا، مهرجان الشباب العربي الثاني في طرابلس، مسرحية العين والخلخال. أنا كنت كنلعب دور يوسف وقيس، وهي كانت كتلعب دور شجرة الدر، وشجرة الدر وزرقاء اليمامة. وأذكر أن سوريا في واحد الحوار كنقول لها ماذا ترين يا مولاتي، كتقول لي مولاي أرى الجبال تتململ، أرى الأشجار تمشي، والجمهور كيصفق. طرابلس عام 75، شيء جميل. الذكرى ما بغاش نسالي من بالي، ومرأة عطات بزاف للمسرح، ومرأة عاشقة للفن الله يرحمها، ونتمنوا للشابات ديالنا خريجات المعهد وهذه المواهب اللي كنقيلوا نشوفوهم عبر التلفزيون انهم يستمدوا من سوريا جبران هذاك الصدق والعشق والمراء، حرقة المرأة المبدعة فوق الخشبة المسرح. هذه سوريا جبران بالنسبة للصديقي، هذاك بالنسبة لي رمز عالمي، ماشي صديقي، او رجل خلق للمسرح واعطى للمسرح، وحنا كاملين بدون ما نبقاو ندورو في يعني ملي كتشوف انا مازال ما خدمتش معاه، ولكن انا كان بالنسبه لي هو الرمز، هو القدوه ديالي. يعني الحمد لله بفضل هذا الانبهار في السينات شفت فيه في البريق في عينيه، شوفات دار فيا واحد الشوفات عام 68، استمديت منه بزاف ديال الاشياء، وان كان هو كان صعيب ما بغيش نقول كان خايب شرس، ولكنه وديع في شراسته، يسمح له بما لا يسمح لغيره. صافي، اللي بغى يكون اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. صديقي رمز كبير المقياس العالمي، ماشي المحلي ولا الوطني ولا شي حاجه. هذا هو الطيب صديقي، بفضل ديالو واحد العدد ديال الناس حبوا المسرح وداروا المسرح، فيهم الخايب وفيهم المتوسط وفيهم الزوين وفيهم ما كاين مشكل، ولكن صديقي هو القاطره في السينات، كان هو القاطره، والجميع اللي كيجي من اي بلاصه كيقول اه صديقي غير اجي وينظر اليك بهذه الهاله بهذه الرمزيه هذه، وهذا كافي بركه. اذا دار غير هذه بركه، تشفع له وتغفر له كل الاخطاء والسلبيات ديالو. فنان بسيط لكنه عنده البصمه ديالو. انا ما يهمني هو شي حد، عبد الرؤوف عنده البصمه مثلا، الناس اللي دازوا مثلا فص 500 واحد داروا المسرح 500، راه ما كاينش 10 ولا هذا اللي خلاو البصمه ديالهم. بحال الحركه المسرحيه كيف قلت في اخر لقاء، هي بحال التران كتصيب 50 فابو، ولكن كاينه قاطره هي اللي كتجر دوك العربات. إذن عبد الجبار الوزير في مراكش رقص الشبيبات الحمراء والوفاء والكوميديا وشي، كان في الخمسينات ماشي قبل الاستقلال. عبد الجبار الوزير هو خريج جامع الفناء والحلقه وداك الفنون الشعبيه والوساط وداك الشيء، وساطعوا في ذاك الوقت. لو كان ما داروش هما داك الشيء غادي يجيو هاد الاجيال هادو؟ شكون اللي من هاد الاجيال منين استمدت الرغبه ديالها في دراسه المسرح وممارسه المسرح؟ من هاد الرموز اللي كنهضر عليها اللي هما ناس غير بسطاء. ملي كتهضر على عبد الرؤوف ولا على ابن القاس ولا الله يرحمهم ولا الله يرحم السيد ابن القاس وسعد الجبار، وكتهضر على ابو شعيب البيضاوي، وكتهضر على الكنفاوي، وكتهضر على عفيفي، وكتهضر على مجموعه ديال الاسماء، كتقول هادو الا ما داروا حتى شي حاجه. يكفي انهم الستينات مشاو داروا هاملات وشيكسبير، عطيل داروا مولير، العلج حسن الجندي دار حتى هو جهده في هذا الشيء. اذا هادو على الاقل انهم هما اللي عداو، يعني لا بالمفهوم الايجابي عداو
الجيل القنطره، هما الرواد ولكن عداو جيل القنطره. وجيل القنطره مرر المشعل، سلم المشعل لجيل الامل اللي هو الان حاضر في الساحه. فلذلك يعني لا شيء ياتي من لا شيء، الحياه تستمر، وكل جيل كيجي باش يستمد القوه ديالو من الجيل اللي سبق، وباش يمد المشعل ديال التفوق والتطور للاجيال اللي غتجي من بعد. فكلنا عابرون، لا شيء ثابت، ولكن يكفي انك تختم وتقول اللهم اني قد بلغت وانني جدير بالانتماء لهذا الميدان اللي احنا فيه. لان اصعب حاجه هو تشعر بانك بحال الا مدسوس او دخيله على هذا المجال. ما يمكنش الا ما كانش عندك اليقين انك جدير بالانتماء لهذا الميدان. احسن حاجه دير هي ترجع للور وتقول اسمح لي اعتذر. فلذلك انا بالنسبه لي سعد جبار هو واحد من هذه الاسماء اللي خلات البصمه ديالها، وان كان في اطار مسرح شعبي بسيط وكذا، ولكنه كان انا مع كل من يحبب المسرح الى الناس، مع كل من يخدم المسرح بغض النظر على مستوى المسرح سواء واش كيعجبني او ما كيعجبنيش، ولكن اي واحد، لان ما كاينش مسرح واحد، كاين مسارح بحال الرياضه، ما كاينش رياضه واحده، الرياضه فيها عده رياضات، المسرح ايضا فيها عده مسارح. الرياضة فيها الرجبي، فيها باسكيت، فيها التنس، فيها الفروسية، فيها السباحة، فيها كذلك المسرح، حتى هو فيه مسرح 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 مسرح، وهناك جمهور جمهور جمهور، وبالتالي بحال حديقة، يمكنش تكون حديقة من فيها نوع واحد من الزهور، كتصيب هذا الصفر، هذا أحمر، هذا زرق، هذا بنفسجي، باش كنقولوا مشموم. كذلك الميدان ما كيمكنش نشوفوا كل شيء بين زاوية واحدة وبين مقياس واحد. لذلك الاسماء كلها اللي ذكرتي كنشكرك عليها. ناس اللي مات الله يرحمه، واللي بقى الله يشافيه والله يطول عمره. املي اننا نكونوا درنا اللي قدرنا، حقنا اللي قدرنا نحقوه، واللي ما قدرناش ان شاء الله امل ديالنا في الاجيال القادمه هي اللي غتكمل المشروع ديال الابداع المسرح الفنون بصفة عامة. شكرا ان شاء الله يا رب. شكرا شكرا لله وبركة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.